علقت الإعلامية السعودية ملاك الحسيني على الهجوم الذي تعرضت له من قبل بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعدما قامت بترك ابنها المصاب بالتوحد في إحدى المراكز المتخصصة بالولايات المتحدة الأمريكية. نشرت الإعلامية ملاك الحسيني عبر حسابها على سناب شات ردا على الهجوم الذي تعرضت له من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تركها لنجلها المصاب بالتوحد في الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت ملاك الحسيني أن الجامعة وضعتها أمام اختيارات صعبة وأنها حاولت إيجاد حلول لكنها فشلت، فقالت: أريد أن أرد على الذين لا يخافون الله ويقولون: كيف تتركين ولدك؟ فأقول لهم: الله لا يحطكم في اختيار ولا موقف مثل ما تعرضت له. لم أكن أريد أن أرد على هذا في السابق، لكن لم أترك ابني باختياري، بل الجامعة أخبرتني بأن أمامي أسبوع واحد من أجل عودتي، وكان وضعنا صعب أنا وأسرتي، وكنا نطالب بالتمديد كل فترة، لكن لم يعد أمامنا إلا أسبوع واحد، فماذا سوف أفعل؟ فلم يكن أمامي اختيار. وتحدثت ملاك الحسيني عن تجربتها بشكل مفصل وأزمة ابنها المصاب بالتوحد والذي يحتاج إلى عناية خاصة، فقالت: الجميع يعلم أنني خرجت في بعثة تابعة لجامعة الملك سعود التي دفعت ملايين من أجل تكاليف دراستي، ولا أستطيع أن أخبرهم أنني سوف أستمر مع ابني وسوف أدفع لهم هذه التكاليف لأنها بالملايين، فاضطررت إلى العودة. وهنا يجب أن أتحدث عن احتياجات طفل التوحد، فهو في حاجة لتدريبات متواصلة على المهارات الأساسية. وأضافت ملاك الحسيني: الطبيب أخبرني أنني إذا سافرت لمدة أسبوعين فقط ولم أترك مع ابني متخصص يراجعون معه المهارات التي تعلمها السنين الماضية سوف يفقد هذه المهارات وينساها ويبدأ من الصفر، فلم تكن الأوضاع أمامي بسيطة. لا يخافون الله. شوفوا، أنا قسم بالله ما أحب أتكلم بالصيغة هذه، لكن صدق الناس اللي ما تخاف الله ويقولون: وش هالقلب اللي عليك؟ كيف تتركين ولدك؟ أقول لهم: الله لا يحطكم باختيار وموقف زي هالموقف. ترى مرة أنا ما أحب أتكلم عن راين أبد، لأن الموضوع مرة حساس بالنسبة لي، ما أحب أبين لكم الجانب هذا. ترى أنا ما تركته لأني أنا بتركه، أنا كان معي أسبوع واحد، الجامعة قالوا لي أسبوع واحد وتباشرين، يعني تعبت وأنا أمطط بأمريكا وأجلس وأمدد وأمدد وأبوه يمدد وحالتنا حالة، بالأخير لازم أسبوع واحد. وش أسوي طيب؟ وش أسوي؟ إلى متى وأنا جالسة بأمريكا؟ طبعا انتم عارفين اني انا طالعة بعثة على حساب جامعة الملك سعود، ودافعين اللي وراهم واللي دونهم الجامعة والدولة على اساس انا اتخرج واباشر واصير دكتورة. يعني الموضوع مو سهل ابدا، ولازم اباشر خلاص، مالي اي عذر، عرفتوا؟ حتى لو بيدفع لهم فلوسهم واقول انا بقعد مع ولدي، ترى فلوس كثيرة مي بسهلة، ملايين يعني حرفيا. اضف الى ذلك انه كيف اجلس، يعني كيف اجلس؟ ما اقدر، لازم يعني تخصصنا مره يبونه بالجامعه، يعني ما في احد، ما في في اجانب كثير، يعني ما في سعوده. فاضطريت اني انا ارجع خلال اسبوع. طبعا طفل التوحد، الشيء اللي ما تعرفونه، طفل التوحد لو اسبوعين فقط جلس من غير انه يتراجع معه، مثلا تراجعين معه كيف يروح الحمام، تراجعين معه سكيلز، المهارات الاساسيه اللي انتم تشوفونها مهارات عاديه للحياه، ترى ينساها ويبدا من الصفر، لانه كل مهاره يجلس يتعلمها سنه كامله، ممكن سنة كاملة يتعلم كيف يروح الحمام، تضيعينها في سفرة. فإذا ما الجو قدامي مهيأ، ملاك الحسيني هي مقدمة برامج حراك مع ملاك على القناة MBC والذي يهتم بالعديد من القضايا الاجتماعية، وقد بدأ عرض البرنامج في شهر سبتمبر 2019، وقد حصلت ملاك الحسيني على شهادة دكتوراه رسمية من جامعة كولومبيا الأمريكية العريقة في عام 2018، كما نالت العديد من الشهادات الأكاديمية خلال مسيرتها، وهي عضو هيئة تدريس في جامعة الملك سعود بالمملكة العربية السعودية، وتزوجت للمرة الثانية من الشاب السعودي أنس تميمي، بينما تزوجت لأول مرة من ماجد الجربة، لكن أعلنت عن انفصاله عنه عام 2017. ولد ملاك الحسين ابنه وابن، وهما سافانا وريان.